فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حال الطواف على الكعبة هل الأفضل أن يذكر الله ذكرا عاما أم يقرأ القرآن؟ الأفضل أنه يقرأ القرآن ويدعو، يدعو مع قراءة القرآن، يدعو الله عز وجل، يجمع بين هذا وهذا. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.